في الأنباء. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور مصر اليومين، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل التعاون الثنائي وتشكيل مجلس استراتيجي وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. كما يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره البحريني بمقر وزارة الخارجية. يعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات وتوافر السلع التموينية استعدادا لشهر رمضان. تعلن مديرية أمن القاهرة صباح اليوم عن الفائزين في قرعة الحج هذا العام بمقر أكاديمية الشرطة في العباسية. مديرية أمن القاهرة قالت إنها ستوفر سيارات لنقل المواطنين من مدخل الأكاديمية الرئيسي بشارع فخري عبد النور حتى مكان إجراء القرعة. يفتتح وزير الداخلية غدا مقر الوزارة الجديد بالتجمع الخامس، حيث نقلت جميع الإدارات من المبنى القديم بوسط القاهرة إلى القاهرة الجديدة داخل أسوار أكاديمية الشرطة. أعادت اليوم هيئة المترو فتح محطة السادات بشكل طبيعي بعد إغلاقها أمس بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء. وطلبت شركة المترو الركاب بعدم الانتظار على الأرصفة لأكثر من رحلة والالتزام بتعليمات التشغيل والسلامة. قتل 11 شخصا وأصيب 39 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية. مصادر أمنية وطبية أوضحت أن الانفجار أدى لاشتعال النيران في 5 مركبات في شارع مزدحم بساعة الذروة المسائية في حي تقطنه غالبية شيعية. انت؟ تتواصل اليوم في الكويت محادثات السلام اليمنية وسط حالة من التفاؤل الوصول لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. من ناحية أخرى قتل جنود ومن القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين وميليشيات صالح في مواجهات امتدت حتى فجر اليوم في تعز. رصدت وزارة الدفاع الروسية 9 خروقات للهدنة السارية في سوريا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية نفذها مسلحون من جماعة جيش الإسلام المعارضة. وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي الروسي لم يقم بغارات ضد فصائل المعارضة التي أعلنت انضمامها للنظام وقف الأعمال العدائية في سوريا. أيد الرئيس التونسي الباجي قادي السبسي التدخل العسكري ضد تنظيم داعش في ليبيا، وعبر السبسي عن تطلعه لعودة الاستقرار في ليبيا، خاصة وأن الهجمات الإرهابية في تونس خلال الفترة الماضية نفذها مسلحون ينتمون لداعش قادمون من ليبيا. تشهد 5 ولايات أمريكية اليوم جولة من الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية. وقبل بدء هذه الجولة اتفق المرشحان الجمهوريان تيد كروز وجون كاسيك على توحيد جهودهما لقطع الطريق أمام دونالد ترامب من الحصول على العدد الكافي من المندوبين لنيل ترشيح الحزب. أفادت تقارير إخبارية أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ جديد متوسط المدى بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ نجاح إطلاق صاروخ باليستي من غواصة. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي، معتبرة الخطوة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. رياضيا، تشهد ويواجه اليوم الأهلي فريق سموحة في 6 مساء ضمن مباريات الأسبوع 25 من الدوري الممتاز، كما يواجه الزمالك حرس الحدود في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت في 8:30.
تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا مؤقتا ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 41 والصغرى 21. انتهى موجزنا، وعودة من جديد إلى برنامج نهار جديد مع الزميلة أسماء مصطفى. إليك أسماء. شكرا لزميلك.